في جلسة اليوم في مجلس النواب. سيادة الرئيس، الحقيقة في البداية أحيي بكل تقدير واحترام لجنة الخطة والموازنة على التقرير القيم، وأحيي أيضا كل زملائي على كل التعليقات التي يتضح منها حرص كل نائب من الأخوة الزملاء على تقييم الموقف الحقيقي، وكلها كانت ملاحظات بناءة لها قدرها وتنم عن الوطنية الخالصة للسادة النواب. وأحيي أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الملاحظات وعلى التقرير القيم الذي يقيم أداء الوزارات والهيئات والمحليات وتنفيذها لخطط الموازنة العامة. سيادة الرئيس، كل هذا النقد إذا كان هناك نقد لا يمكن أبدا أن يقلل من الأداء المتميز اللي احنا شفناه وسط الجائحة واللي شهد به كل العالم من الحكومة. حقيقة أنا بقول لكم وأنا بطلع على ما يقال ويعني مؤشرات الاقتصاد المصري وما يقال عنه في المؤسسات الدولية المتخصصة والمالية المتخصصة، كلها مؤشرات طيبة ومثل يحتذى به، ولولا الأداء الجيد والمتميز لما كانت هذه الإشادة ولما يعني أقبل الكثيرون لشراء السندات المصرية ثقة فيهم في الاقتصاد القومي المصري. بالتأكيد احنا كنا أمام جائحة، وهذه الجائحة هتشوفوا هذه النتائج السنة دي بقى اللي جاية إن شاء الله، هتشوفوا الحقيقة أخبار ما تصرش على مستوى العالم، هتشوفوا الأخبار والدمار لشركات وقطاعات ودول هتنهار، وهتشوفوا قد إيه إحنا بالتخطيط الجيد والوقوف أمام مسؤولياتنا وباللي حصل قدرنا نصمد حتى لو إن إحنا ما حققناش الطموحات الكبيرة اللي إحنا يعني كنا نتمناها، إلا إننا إحنا أفضل من غيرنا بكثير. وبالتأكيد إحنا لما بنحاول نقيم الموقف، أنا هقف أمام أول ملحوظة ويمكن أشار إليها البعض، لكن الحقيقة المعنى الاقتصادي بتاعها هو أننا منذ البداية وحينما تقدمت الحكومة بالموازنة العامة قالت أننا أتقدم إليكم ببرامج وأداء، موازنة برامج وأداء، وهذا يعني بلغة الاقتصاد أن كل برنامج له مستهدف وله خطة وله تقييم مادي وتقييمه ماشي ازاي وفلسفته ايه اللي انجز وايه اللي ما انجز ونسبة كام الانجاز والقدر اللي انجز قد ايه وتكلف قد ايه وليه الباقي متعسر او انجز بالكامل. هنا برامج الاداء، البرامج موازنة البرامج والاداء الحقيقة بتفصح عن نفسها. الحساب الختامي اللي جه النهاردة الحقيقة هو برضو بيتبع الطريقة التقليدية القديمة. انا نفسي ان شاء الله بعد كده لما اتفقنا على موازنة برامج واداء يجينا برضو في الحساب الختامي حساب ختامي ينص على برامج الموازنة برامج واداء. اما فيما يتعلق بالكلفة، احنا النهاردة بنتكلم على مدونية زادت وصلت حوالي تقريبا 4.7 تريليون، بيضيف عليهم تقريبا اكثر من تريليون، زادت النسبة فيها بحوالي 32% زيادة. الحقيقة الحكومة قدرت تفكر فكر جديد، فكرت انها تخفض سعر الفايدة 6%، وقدرت انها تستغل الجائحة لانه حصل انخفاض في اسعار البترول فانخفض دعم البترول برضو بنفس النسبة تقريبا 6%، وبالتالي قدرت توجه برامج كتيرة ومبادرات جديدة، قدرت فيها تدعم محدودي الدخل مرة، وقدرت تدعم فيها الصناعة مرة، وقدرت البنك المركزي الحقيقة في تناغم بعض السياسات قدر يلعب مع الحكومة في منظومة جديدة عشان نشرط فيها حركة الاقتصاد القومي المصري. لكن ما زال هناك الكثير، ما زلنا العيب التمويلي كبير، وهناك فرص جديدة وطرق جديدة كبيرة لخفف فيها العيب اللي احنا بنتكلم على العبء التمويلي بتاعنا. ممكن قوي نعيد تقييم الاداء الحكومي زي ما الاخوه كلهم اتكلموا،
ونشوف نقدر نخفض قد ايه من بعض المخصصات اللي موجودة لبعض الهيئات اللي ما استخدمتهاش. ويؤسفني ان انا اقول هيئة زي هيئة التنمية الصناعية لما يتخصص لها 800 مليار 850 مليار تقريبا، وفجأة انها بتستخدم فيهم 46%. اخواننا ده عصب الاقتصاد القومي في مصر، هو الصناعة، هي القيمة المضافة، هو الفكر الجديد اللي هنشغل فيه عمالة وهنصدر منه للخارج وهنجيب منه عملة صعبة وهنبني بيه الايمج الصناعي الجديد. ازاي انا هرجع نص القيمة؟ دليل بان مفيش عندي برامج. لا، انا اتمنى اعادة تقييم الموضوع ده بالذات. الصناعة في مصر يا فندم عانت معاناة كبيرة الفترة اللي فاتت، ومفيش سبيل ابدا لتحقيق الاهداف اللي احنا كلنا عاوزين نحققها الا بتنشيط عصب الاقتصاد المصري سواء كان صناعة او زراعة. وكلاهما محتاجين برامج جديدة، كلاهما محتاجين فلسفة جديدة غير تقليدية. العالم النهاردة بيطلع القمر وبيحكم من فوق، العالم النهاردة بيتكلم عن التكنولوجيا والاخوة كلهم يتكلموا عليها، العالم بيتكلم النهاردة عن القيمة المضافة الحقيقية في الاقتصاد، مش هتيجي الا من الصناعة، مش هتيجي الا بالعلم والتكنولوجيا. ازاي انا اسيب ده وارجع منه جزء تاني؟ لا، هنا بقى انا بقف واقول ان برامجنا الفترة اللي جاية الخاصة بالتنمية الصناعية هي اهم برامج تكون على الاطلاق. وما تنسوش ان معالي سيادة الرئيس لما اتكلم من كام يوم كده قال ان كل 100 مليون نسمة يقدروا يحققوا التنمية، كل 100 مليون نسمة عاوزين تريليون دولار. تريليون دولار ده معناه 16 تريليون جنيه. طب احنا النهارده بنتكلم على مصروفاتنا حوالي 1.9 تريليون. طب احنا فين من المعادله دي؟ هي دي الفيجن الجديده اللي احنا بنتكلم عليها؟ هي دي مش هتيجي الا بالصناعه، بالتكنولوجيا، بالعلم وبالاصرار. مش هتيجي ابدا ان احنا يعني نفكر في افكار غير تقليديه، مش هتوصلنا. وانت العالم كله النهارده بيشتغل ازاي وبتاثر بيه ازاي. سيادة الرئيس، انا الحقيقة عايز اقول ان لابد نخفف عبء الدين اللي عندنا النهاردة، العبء بتاعه، رغم ان احنا ما احناش خطر، لكن ازاي احنا نعمل تبديل في منظومة المديونية. بناء عليه يا فندم في افكار جديدة جدا غير تقليدية ممكن منها نخفف الاعباء ونطول فيها كمان اعمار الدين، نسدده بسلاسه، ونقدر نتفرغ الفتره اللي جايه لعمليات التنميه المستدامه. وموضوعات الحقيقه اللي فضلوا بها الاخوه الخاصه بالهيئات الاقتصاديه، الهيئات الاقتصاديه الخاسره، يعني حرام النزيف المفتوح على طول، ولما يجي حد يتعرض ليه نبدا نتكلم ونهاجم، ولما نسيبه يتقال انه خساره. لا، انا وين بقى النهارده نقف وقف جده عشان نقف امام هذه الخساره، ونقف ببرامج محدده نتفق عليها كلنا عشان نقدر ندرأ الخساره الكليه اللي موجوده. وشكرا سياده الرئيس. شكرا. نرجع لسياده الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه. اولا مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيبه. مساء الخير استاذ احمد، وكل سنه وحضرتك بألف خير وكل الشعب المصري بخير يا رب. اختتم الرئيس التونسي قيس سعيد زيارته لمصر بامسيه فنيه مصريه تونسيه في دار الاوبرا، ايه اللي حصل النهارده وايضا زيارته للاوبرا المصريه؟ هي زيارة الحقيقة زيارة عظيمة وزيارة تاريخية. الحقيقة الرئيس التونسي قيس سعيد يعني أبدى امتنانه بحفاوة استقباله بمصر، والحقيقة أعرب عن سعادته البالغة بالحفل اللي احنا بنتقدم طبعا المستوى الراقي ظهر في دار الأوبرا المصرية.